سمع الله لمن حمده. لا تجوز مسابقة الإمام، بل هي من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله صورته صورة حمار. رواه البخاري ومسلم. ومن تعمد مسابقة الإمام، بطلت صلاته. سمع الله لمن حمده. أيضا موافقة الإمام لا تجوز. سمع الله لمن حمده. وكذلك التأخير الكثير عن الإمام لا يجوز، والواجب أن يرفع المأموم بعد الإمام مباشرة. سمع الله لمن حمده. هذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدان تنبيه من الأخطاء الشائعة أن بعض المصلين إذا كان إماما أو منفردا يقتصر على قوله سمع الله لمن سمع حمد ولا يقول ربنا ولك الحمد مع أن التحميد من واجبات الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ولك الشكر. زيادة والشكر من الأقوال التي لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده. هذا المصلي ارتكب خطأين، الأول مخالفته للسنة في رفع اليدين، وقد تقدمت الصفة الصحيحة في رفع اليدين، والخطأ الثاني في رفع بصره إلى السماء، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" رواه مسلم. الله أكبر. هذا الركوع مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد الركوع صحيحا ما لم تصل يداه إلى ركبتيه وهذه الصورة أيضا مخالفة لما ورد في السنة المطهرة والصحيح هو ما تشاهدونه من استواء ظهر المصلي في الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب، ومن الكف المنهي عنه ثني الاكمام. هذا الرجل اخل بركن من اركان الصلاه وهو الطمأنينه، ومن المعلوم ان الركن تبطل الصلاه بتركه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل المسيء في صلاته كالذي ترونه الآن ارجع فصلي فإنك لم تصل وعندما أراد تعليمه الصلاة الصحيحة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الله أكبر ثم ارفع حتى تعتدل قائما سمع الله لمن حمده ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الله أكبر ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الله أكبر وافعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري ومسلم الله أكبر. هذه الصفة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله للسجود بتقديم ركبتيه على يديه. من الأخطاء الشائعة في السجود والتي قد يؤدي بعضها إلى بطلان الصلاة السجود على الأنف دون الجبهة وهو فعل مخالف للسنة. السجود على الجبهة دون الأنف، وهو فعل مخالف للسنة. الافتراش كافتراش الكلب، وهذا من الأعمال المكروهة في الصلاة. عدم مجافاة اليدين عن الجنبين في السجود، وهو فعل مخالف للسنة. رفع القدمين في السجود، وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة. ان استمر ذلك طيله السجود وكذلك رفع احدى القدمين اثناء السجود وهذا من الافعال المبطلة للصلاة السجود على اطراف اصابع اليدين وهو فعل مخالف للسنة السجود على القبضة وهو فعل مخالف للسنة والذي ينبغي للمصلي ان يسجد على الاعضاء السبعه وهي الجبهه مع الانف واليدان والركبتان وبطون اصابع القدمين وان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الارض هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الاصابع والإشارة بالسبابة. وهذه الصفة الثانية بتحليق الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة. وهاتان الصفتان صحيحتان، ويكون ذلك من أول التشهد إلى آخره. الله أكبر. هذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدان. وبذلك تكون المواضع التي ترفع فيها اليدان. أولاً. الله أكبر. مع تكبيرة الإحرام. ثانياً. الله أكبر. مع تكبيرة الركوع في كل ركعة. ثالثاً. سمع الله لمن حمده. عند الرفع من الركوع في كل ركعة. الله أكبر. رابعاً عند القيام من التشهد الأول. هذه الصفة الصحيحة في الجلوس للتشهد الأول بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى. أما في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فالسنة نصب القدم اليمنى وتقديم اليسرى وإدخالها تحت اليمنى والجلوس على المقعدة. وهذا هو التورك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. <ورحمة الله> هذا من الاخطاء الشائعه، لانه لم يتابع الامام، والواجب ان ينتظر حتى يفرغ الامام من التسليمه الثانيه. <سلام عليكم ورحمة الله> <سلام عليكم ورحمة الله> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم التفت يمينا وشمالا، اما تحريك الراس بهذه الطريقه، وتحريك اليدين، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع فعله <applause>